الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والأجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب قاب قوسين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاق هنا بنور جماله بالا والأولى بكما وعليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه مالک مولا بیس قرآن پاک پچاس قرآن پاک مالک مولا سورۃ مزمل چالیس مرتبہ سورۃ یاسین سورۃ ملک درود پاک پارے الہی تیرے خاص فضل و کرم سے دو پارے ستارہ پارے دو سو پچاس مرتبہ سورۃ یاسین آئی حیرت نعما سورۃ رحمان سورۃ یاسین سورۃ واقعہ درود پاک پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ استغفار اللہ الصمد الحمد اللہ ایت الکرسی مالک مولا اسی طرح بابا جی نیم صاحب نے قرآن پاک کا اصال ثواب اس طرح وہ بابا جی مالک مولا انہوں نے درود پاک قرآن پاک پیش کیا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے سب کلام کو انتظام و اہتمام کو کہ دوست دور و قریب سے چل کر آئے سب کی حاضری کو اپنی پاک پر رحم قبول سب کلام کا ثواب انتظام و اہتمام کا ثواب مالک مولا تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ شہد مصطفیٰ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء اکرام اولیاء اکرام صحابہ اکرام پنجتن پاک خصوص بالخصوص حضور کے والدین کریم ہیں طیبین طاہرین کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور کے والدین کا صدقہ خصوص بالخصوص بابا جی جانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور خصوص بالخصوص آج جن بزرگوں کا عرس ہے بابا جی جینت علی شاہ صاحب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مولا اپنے دوستوں کے درجات کو بلند فرما فیضان کو زیادہ سے زیادہ جاری و ساری فرما مولا اپنے پیاروں کا صدقہ میری حاضری و سامعین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما مالک مولا یہ دوست احباب مالک مولا یہ مریدین مقربین مالک مولا جو جو بھی اپنی حاجتوں کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں تو بہتر جاننے والا ہے اللہ اپنے دوستوں کا صدقہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ اپنے ولیوں کا صدقہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما والا بابا جی جانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما والا ہم سب کی خالی جوڑیوں کو مالا مال فرما والا اپنے خاص فضل و کرم سے جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما والا جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما والا اسی اجتماع کا صدقہ جو مالک مولا بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما والا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما الہی جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک سچا سچا عاشق رسول اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا ہم سب کو نیک اور ایک بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تعالى خير من